مشروع عملاق جديد يضاف إلى سلسلة المشاريع التي أطلقها محافظ نينوى وعبد القادر الدخيل مؤخرا في المحافظة، وهو إحياء الواجهة النهرية في الموصل القديمة التي تعرضت إلى دمار شديد خلال الحرب على تنظيم داعش. لكن ما هي الواجهة النهرية؟ تتكون واجهة نهر دجلة في الموصل من محال شعبية وبيوت تراثية تطل على النهر تحاكي تاريخ المدينة العريق، حيث أعلن محافظ نينوى وعبد القادر الدخيل توجيه دعوة مباشرة لست شركات عالمية لإعمار هذه الواجهة بقيمة 98 مليار دينار عراقي. هذا يعتبر أهم مشروع في تاريخ المدينة. بعض المناطق في هذه المناطق المدمرة يرجع تاريخها إلى أكثر من 1400 سنة، محلة الشهوان، محلة الإقلاعات، محلة الميدان، وبالتالي كانت مسرح لداعش دمرت بشكل كامل. هذا المشروع يحسب للحكومة المحلية وبدعم حقيقي من السيد رئيس الوزراء المهندس محمد الشاع السوداني الذي وافق على إطلاق هذا المشروع الحكومي الذي سنقوم به بإعادة بناء الموصل القديمة بما يحاكي تاريخ وأرث المدينة. تصاميم هذا المشروع وقعت على عاتق شركة إسبانية، ومن المقرر أن يشمل بناء المنازل وإعادة إحيائها بإطار تراثي جميل يحاكي صورتها القديمة باعتبارها تاريخا يمتد لقرون وكانت شاهدا على الكثير من التطورات التاريخية والثقافية التي مرت بها المدينة عبر مختلف العصور. أهمية المشروع هي منطقة الموصل القديمة، كل أبناء الموصل خرجوا من هذه المنطقة، كلهم لهم إرث مشترك في هذه المنطقة، إضافة لأنه موقع مركزي ثلاثة هو عن النهر. إحنا نشوف مدينة الموصل الآن الكورنيش مالتها الآن ده يعمر في كل مناطق الموصل. حقيقة كأحد أبناء المدينة القديمة وكأحد المهتمين بمجال التراث والسياحة نرى من المهم جدا إعادة الموصل القديمة وخاصة الواجهة النهرية، واليوم نحن سعداء بهذه الخطوة. قد تكون نوعا ما يعني طالت انتظارها، لكن اليوم نحن نتأمل بالإسراع بهذه الخطوات لكي تعود الموصل القديمة كما كانت وأفضل إن شاء الله. وبرغم مرور نحو 7 سنوات على توقف العمليات العسكرية في نينوى، لم تصل يد الإعمار إلى آلاف المنازل التي شرد أصحابها تحت وقع المعارك العسكرية، مع إطلاق الحكومات المتعاقبة وعودا لم تنفذها، قبل أن يتسلم المحافظ الجديد عبد القادر الدخيل مهامه ويطلق سلسلة مشاريع جادة للنهوض بواقع نينوى وتطويرها. مختصون يرون أن الأهمية التاريخية لهذه المنطقة لا تقتصر فقط على العمران والمباني، بل تشمل أيضا الحياة اليومية والنشاطات الاقتصادية التي ستشهدها ضفاف نهر دجلة، إذ تسعى الجهود الحالية التي يقودها محافظ نينوى عبد القادر الدخيل لإحياء تراث المدينة وروحها، ولتعود الموصل مرة أخرى مركزا للثقافة والتاريخ في العراق والعالم.